مرة هذه الكرة بسلة. قلت لك شريف بأننا سنفوز. يبدو حتى الحظ معنا اليوم. لا أدري من هذا الذي أخرج الكرة. يلعب في سوداء التسلل. جبور جبور جبور. رفيق صايفي. رفيق صايفي يسجل هدف الثاني. رفيق صايفي يسجل هدف الثاني. يا سلام يا سلام. رايا رايا رايا. هذه كرة القدم. جوا وينقذ مرماه. الدفاع ينقذ مرماه. بعد ذلك جبور ينطلق بدون أنانية، بروعة، بذكاء. صيفي قال لي في الفندق أفضل أن ألعب 30 دقيقة وأسجل بدل أن ألعب مباراة ولا أفعل شيء. اليوم يفعلها. هذه الرجولة شريف. الحمد لله، خاصة وما كانت كما يقولوا الأنانية عند جبور. وين مد كرة جميلة للرفيق صيفي. والحمد لله كما يقولوا بعد ما ضيعوا هما كما يقولوا هدف، كما يقولوا هدف، احنا لا كونتر اتاك هذيك وين سجلنا بها الهدف الثاني.